الاتجار بدماء اهل غزه لازم يوقف بقى. اللي بلش هيدي المعركه بلشها الجهاد الاسلامي مش اسرائيل. عفوا، اللي بلش هاي المعركه الجهاد الاسلامي، قاعدين الجهاد الاسلامي وحركه حماس بمصر عم يتفاوضوا على وقف اطلاق نار منذ الخميس، الجمعه الصبح بتقرر الجهاد الاسلامي لوحده تقوس على 2 اسرائيليه. واستجرت هذه المعركه على قطاع غزه، كفى بقى تجاره بدماء غزه، انا هن اجبروا على معركه ما لهم ولا مصلحه فيها. غزة انسحبت منها إسرائيل انسحاب أحادي سنة 2005. مشروع الإخوان المسلمين المجرم ممثلاً بحركة حماس والمشروع الإيراني المجرم ممثلاً بالجهاد الإسلامي حول غزة إلى مشروع حرب أهلية فلسطينية. معلش نحكي الأمور مثل ما هي. السنوار رئيس حركة حماس اليوم هدفه رام الله مش إسرائيل، هدفه المعركة مع محمود عباس مش مع إسرائيل. إسرائيل انسحبت من غزة بال2005 أو لم تنسحب؟ انسحبت او لم تنسحب؟ انسحبت احاديا او لا؟ ولكن استمرت الهجومات واستمرت التدخلات. لم تستمر الهجومات ابدا ابدا. حركه حماس حولت غزه، لم تستمر الهجومات ديما. معلش تحكي الامور مثل ما هي. سامع بسنه 2009؟ كيف بلشت الحرب؟ سامع بسنه 2014؟ شو عم تحكي يا نديم؟ كيف بلشت الحرب؟ انسحاب اسرائيلي من غزه كان يجب على الفلسطينيين ان يحولوا هذه الفرصه إلى مشروع للوفاق الوطني الفلسطيني. راحت حماس على انقلاب ب2007 وعلى حرب أهلية، بدل ما نروح على مشروع الدولتين صار في عنا مشروع ثلاث دول، دولة الإخوان المسلمين بغزة ودولة محمود عباس برام الله ودولة إسرائيل بإسرائيل. طالما في ثلاث دول لن يكون هناك حل للدولتين. هذه المقاومة بدها توصل لمحل تفهم وتعقل وتقول ما هو المشروع الطبيعي الطبيعي لحل المسألة الفلسطينية. كل شيء عملته حماس وكل شيء عمله الجهاد الإسلامي إنه ضربوا كل فرص السلام وانتهوا بسجن اسمه سجن غزة.